نروح مع حضراتكم لمدينة الخارجة في الوادي الجديد ومعبد هيبس الأثري. شاهد امبارح ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس داخل المعبد. الظاهرة دي بتحصل مرتين كل سنة، يوم 6 سبتمبر ويوم 7 إبريل. النهاردة نحن بصدد عمل دراسة وفحص وتدقيق لظاهرة بتحدث داخل معبد هيبس مرتين في العام، في السابع أو في شهر أبريل وشهر سبتمبر من كل عام. إحنا النهاردة الظاهرة دي طبعا كانت ملاحظة بالملاحظة البصرية منذ فترات طويلة جدا، وتم تصويرها من قبل، ولكن النهاردة إحنا بصدد تعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بعمل دراسة وبحث وتحليل للظاهرة للتأكد من حدوثها في يوم معين من أيام شهر سبتمبر السنة دي في 22. تم رصد الظاهرة لمدة 3 أيام على التوالي، يوم 5 و6 و7 إن شاء الله اللي هو في الغد، سيتم برضو استكمال الرصد لثالث يوم في شهر سبتمبر 22 للتأكد من هذه الظاهرة، ويعتبر تقنينها أو إقرارها كظاهرة بتتم دوريا أو سنويا في معبد هيبس. وحين التأكد من الظاهرة بشكل علمي وبالقياس وبالأجهزة الحديثة إن شاء الله سيتم اعتمادها كظاهرة بتحدث كل عام، وتمهيدا لتنظيم احتفالية كبرى بمناسبة تعامد الشمس على قدس أقداس معبد هيبس في واحة الخارجة محافظة الوادي الجديد. الموضوع ما زال تحت الدراسة وتحت الإقرار، إحنا بنحاول نحدد الوقت السليم واليوم السليم في اللي بحالنا اقوى استطاع واقوى اشعاع في التعامد بتاع الشمس على معبد هيبس. واحنا متابعين حركه الشمس من بدري، من حوالي الساعه 6 الا تلت، وان شاء الله الموضوع تحت الدراسه. اهميه الظاهره وجودها، الجدوى من رصدها ومتابعتها، وايضا تصحيح المعلومات الفلكيه لدى عامه المجتمع. لكن زي ما حضراتكم الناس كلها فرحانة ومبسوطة ان الظاهرة دي بيتم الاحتفال بيها بشكل رسمي لأول مرة في تاريخ معبد هيبس.